حلو، أعطي هذه تحليل إجباني منح. حلو، والأجل جي كده هذه جيعانة بالحيل. طيب يشوف في الحركة دي، يشوف يدلك قاعد ظهر معها أبهر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله طيبين. معكم دي فورس مع تجربة وتقييم للعبة تعتبر فكرتها جديدة على عالم الألعاب، اللي هي باسم Ancestor The Human Kind Odyssey. هذه اللعبة تعتمد بشكل أساسي على نظرية التطور، إن الإنسان بدايته هو عبارة عن قرد وتطور مع العلم والمعرفة وزي كذا حتى أصبح إنسان. صراحة أنا بالنسبة لي بالنسبة لي صراحة أنا أشوف هذه النظرية مو تحشيش هروين. يعني يا جماعة الخير، هذا الزين كله اللي هو نينجا، هذا الزين كله أصلا قرد؟ إيش قوة الهروين هذا اللي تعاطونه ذيك الأيام العلماء؟ إيش قوة الهروين هذا اللي تعاطاه هذا اللي جاب النظرية هذه؟ يا جماعة الخير، إحنا يعني بالعقل المنطق، يعني إحنا بشر بداية خلقنا، خلقنا الله من طين ولو أبانا آدم ومشت سلالتنا، أما القرد يتحول لإنسان؟ صح إن القرد قريب من الإنسان، لكن إحنا أصلاً قرود. يا جماعة الخير، هذا قوة تحشيش والله العظيم غير طبيعية. ما علينا، هذه هي الفكرة. يلا نبدأ اللعبة على طول. اللعبة يا جماعة الخير هي باللغة العربية، وحاجة حلوة جداً. أنا ما أدري إيش خلاهم يفكرون يحطونها باللغة العربية صراحة، استفهامات، لكن هي باللغة العربية وتدعم اللغة العربية. أنا لعبت منها تقريبا مرحلتين او شيء زي كذا عشان افهم طريقه اللعب واكون فاهم او ملم باللعبه عشان اقدر ابدا بشكل صحيح. طيب من جاء حلو يقول اختار سلاله، يعني انت قرد. يعني نينجا فورس القرد. لا حول ولا قوه الا. طيب اختار اسم، اختار اسم تاكيد. حلو، المرة الأولى. طيب يقول لي غامر مفيد الإجماعي. طيب راح خليها بدون أجني إيش. طيب خليها الإجماعي زي ما هي. طيب أنثى ذكر، راح اختار ذكر. طيب بدأ اللعبة، المستوطنة وكل شيء واحد شلات وخي. طيب بدأ اللعبة، وهي تقريبا بما أنهم حاطين خلية وزي كذا، نظرية التطور أعتقد كمان تعتمد أن الكون هذا ما له خالق، وأنه هو أصلا عبارة عن خلية، والخلية هذه كونت اللي هو الكون كامل، لأن أنا قاعد أشوف الخلية تقريبا. طيب مستوحى من أحداث حقيقية، والله مي حقيقية ولا طبها أصلا. إن الهدف من عالم الشخصيات التي تقابلها تمثل نماذج مكان ووقت معين وليس تصويرا دقيقا لما حدث. شهادات علمية. طيب كلام فاضي يا عم، كلام فاضي، حشيش، قوة حشيش. انا ما ادري، انا فهمت من هذا اللي هم اللي سووا اللعبه، انا فهمت من فكره اللعبه ان 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 اللي هي تقريبا ان اللي ان اجدادنا هم اصلا القرده، تمام. وهذه نظريه التطور تقول ان ايش، الكون هذا كله ما له خالق، انه بدا من خليه وتحول للكون هذا اللي قاعد نشاهده الان امامنا، فما للكون خالق. هذه نظريه الحديثة احنا ما نؤمن فيها نهائيا، بس هم ركزوا على جزء من النظريه ان الانسان في اصله هو عباره عن قرد تطور 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 حتى اصبح لإنسان ذو القوه في عدد وتطوير فصاحب. طيب حاول النجاة وعلم اسرتك وقم ببناء منزل. انا قاعد العب يا شباب على عدد 2K وعلى اعلى الاعدادات. طيب حظا سعيدا ان ساعدتك كثيرا. طيب أتذكر أن التطور ليس موقوفاً على الحجر، بل إنه مسار عليك صياغته. طيب حلو، أنا شباب يعني أبغى منك إنك تراجع مقطع راح أحطه لك في الوصف، اللي هو ألعاب ليست مجرد ألعاب، ربما لعبة قد يعني قد تقتلك، أو ربما لعبة قد تغير حياتك الأفضل. ذكرت فيها بعض الأمور، إن المطور لازم يغذي بفكر الألعاب، وهذا الشيء واضح الآن في هذه اللعبة.
اللي هي غد اللعبة بنظرة التطور الإلحادية، فهو شيء بديهي جدا بالنسبة لطوري الألعاب. والآن الفكرة هذه السمكة هذا طائر والطائر مدري إيش، هذه اللي هي تعبر عن إيش، إن الكون عبارة عن دائرة تمام لا تنتهي أو شيء زي كذا، كل واحد كل هم له قامة تمام، كل فريسة لها مفترس. السمكة راحت وطاحت، راح تطيح لمن؟ راح تطيح للقرد تمام. حلو، ما قبل عالمنا اللي هم قرود. حلو طيب يبغى ياخذ معاها السمكة وطلعت فوق هربت. حلو طيب وين رايحة الآن؟ رايحة وفي مفترس راح يجلدها الآن. هو تنسيني بالسمكة، راحت فيها راحت فيها. أهرب يا ولد. حلو طيب استعد للسلامة في مكان الاختباء أو في مستوطن العشرة، استعد للسلامة في الاختباء. طيب الآن المفروض اني اروح لعشيرتي تمام. عشيرتي هم فوق اكبر زي كذا يقدر يتحكم في الخوف. لا وين حلو هذيك هي النقطة. لا لا كفر ما تعمل كفر 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 مسك مسك مسك. حلو ول 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 ول. الحين هذه من أشد العدالية. طيب عشيرتي ويني؟ وين الربع أنا أحتاجه وما نلقاهم؟ طيب خليني أطلع فوق لأن في شيء كأنه تحت يستنيني. أطلع أطلع بسرعة بسرعة بسرعة. حلو هناك هم الجماعة. نط 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 نط. حلو بس إن شاء الله ما يطلع لي ثعبان بس. يبغاني أختبي. حلو راح أختبي عشان يجي واحد ينقذني. يجي واحد من القردة يا أبوه أعتقد أو قايد العشيرة تقريبا أبوه لأن اللي أو أمه. حلو حلو هذا ابوه اعثر عط. لا مو ابوه هذا تقريبا واحد من العشيرة راح يدور على الطفل ما راح يكون بعيد. انا راح امشي على صوت الان. حلو هو هنا في المنطقة هذه راح انزل له. هذا هو راح يكون تحت. جاك جاك يا اهبل جاك مسك. حلو نط مسك. حلو في ولد في ولد يقول لي ايش الطفل لديه طفرة جينية. طيب تلقي الذكاء. وينك 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 هناك الجهة الثانية. حلو حلو حلو. طيب جاي جاي لا تزعجنا الله يزعجك. طيب ازعجنا. حلو وين هو؟ هذا هو قريب مو بعيد هنا. هذا هو مخبينا. طيب الان يبغاني ايش؟ يبغاني الاعبه زي كذا انه يهدى. اناديه لا اناديه ريح لانه هو مرتعب خايف. لا كذا كل ما تنقص كل ما يخاف. طيب باقي مره واحده خلاص هذا هو طلع. يا سلام الآن يقول لي انضم لعشيرتك في مستوطنك.
طيب اعطول سلك اركب يا عم. طيب انا راح ارجع للعشيره، عشيرتي على نفس النهر. طيب طيب روح 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 لا لا أعتقد الجهة الثانية طيب. نفسك نفسك حلو حلو نفسك حلو كويس، لأنه طاح من بعيد راح ينكسر ونحن ناقصين صراحة. روح 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 روح. وين الشجرة اللي سلقت عليها؟ أعتقد أعتقد هذه. لا 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 هذا هذا لهم هذا لهم الظاهر حيكونوا هنا الربع راح يكونوا هنا اعتقد تقريبا اي هنا. اطلع 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 حلو كمان 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 عشان نط فوق هناك مره واحده. اقفل اقفل نفسك حلو بسرعة 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 اطلع 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 كويس حلو 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 روح 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 لا لا تجيب العيد وين المشكلة؟ هذا لكم الناس وعشيرتي هناك. روح روح بسرعة 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 شوف الأفعى هناك. حلو كويس كويس إني انتبهت لها. كويس ايش حصل لهاستر؟ كويس وصلت وصلت كويس توقعت هاستر خلاص يلعبون فرح اني نجح فرحان. امك راحت فيها؟ انا ما ادري هذيك هذاك هذيك امه ولا ايش؟ طيب هذاك ابوه اعتقد. الله زعلانه قاعد تهدي فيها الثانيه دي. طيب يمكن اتصور سلالات بشكل اسرع. لا والله هذا هو توقعت هذا راح يكون امه الصغير ذا اللي هو راكب على ظهره. طيب الطاقه حلو مرتبط بقوة التحمل مرتبط بنصف العمر المتوقع. طيب ايش نسوي مع الحين ذا؟ توقع الحركة لرؤية الإجراءات يقين معروف يختلف حسب موقعك. طيب تركيز حلو حلو هذا ايش نسوي معه؟ طيب تحليل سارق أنثى مقترن بتاول هذه من الزوجة هذه خلينا نشوف غيرها. طيب عجوز غير متزوج. طيب نشوف كمان مين كمان مين مين مين. اول شيء خليني اقطف التوت هذا حلو او طبعا ينفخ طيب عنصر ليش. طيب حلو يبغاني الحين اشوف العنصر الجدي فوق الجدي هل هي سامه مين سامه. اوه رهيب طيب كيف الطعام هذا اذا اكتشفته راح ينفعك. حلو حلو هذا هم جو كلهم. حلو لك تم صدر نوع الطعام السويت مكتمل العيض قابل للتكيف.
طيب حلو حلو. خذ 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 هذه خذ هذه يلا 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 خذها هنشوف لنا حلو. أعطي هذه تحليل إتباني ملح حلو والأجلدة كذا هذه جيعانة من حيل. طيب شوف شوف الحركة دي شوف يدلك قاعد الظاهر معها أبهر دي قاعد يسوي ذا حلو ذيلي ذيلي تدلع حلو حركات ما لها داعي عرفت 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 حلو أنا لازم أعيد مرة ثانية لين يرتبط فيها لأن أم الصغير ذي أم الصغير ذا ماتت لازم نسوي حركات ما لها داعي عشان نرتبط عشان نتزوج مرة ثانية طيب حلو كمل 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 خلاص خلاص طيب ايش صار كذا طيب الله حلو خلاص تم تكوين زوجين خلاص الآن أنا الله يعزني لا والله مو أنا القرد خلاص اتزوج الحين طيب ومو يتزين ويسوي حاجات ما لها داعي للشباب ترى الطاقة في وجود أطفال في الجوار يسمح بتراكم الطاقة العصبية وجود من الأطفال في الأنحاء يزيد تراكم طيب ايش كمان يسوي؟ ايش كمان يسوي معاه؟ يحمل على الظهر خليني انام احدد مكان اللي هو مكان المستعمرة طيب نام هنا حلو راح اسوي نوم اكتشاف مبنى جديد هذا راح يكون مكان اللي على طول ننام فيه او مستوطن اللي ننام فيها على طول حلو نوم ماء طعام نوم اكتب الطفل اطور طيب راح اطور نفسي اطور الخلية تمام عصبي الجيل استخدم نقاط التفاعل بالمعلومات في الجيل القادم الله طيب لا راح اطور نفسي اطور وفيات مواليد اثنين وفيات حلو هذيك كمان حلو 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 فتحت عندي كمان نقطتين هذه ما بدينا نفكها حلو هنا ايش فيه حلو هنا كمان فيه اكتب انه قم بضغط على طول بدون حركة حركية جديدة طيب ما عندي صراحة نطورها بعدين ننزل قبل ذا لا 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 فارقنا من عفو ذا